السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. طلب مني بعض الإخوة والأخوات أن أتحدث عن فرقة يسمون القرآنيون، وفي حقيقة الأمر ليسوا قرآنيين. القرآنيون الذين لا يؤمنون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بالسنة، لأنها كلها خرافات، لأنها كلها من صنع البشر، يكتفون فقط بالقرآن. هؤلاء كذابون، أعداء القرآن. أتدرون لماذا هؤلاء أعداء القرآن؟ لأن القرآن الذي هم يزعمون أنهم متمسكون به أمر بالسنة وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن عصى الرسول فقد عصى القرآن. فليسوا قرآنيين، ولكنهم ضد القرآن وملاحدة وضالون، بل كفار بإجماع أهل العلم. فإذا ناقشت قرآنيا اعلم أنك تناقش كافرا. من أنكر السنة ولم يعمل بها وزعم أنه لا يعمل إلا بالقرآن فهو كاذب، لم يعمل بالقرآن وضال مضل. من أشد العمى أن يتعامى الشخص عن ما دل عليه القرآن على أن السنة مبينة للقرآن، وأن الله أمر بالأخذ بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو بيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال المولى عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر محمد، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أليست هذه آيات موجودة في القرآن؟ ألا تزعمون أنكم تتبعون القرآن؟ أليس هذا دليل أنكم كذابون ضالون بل كفار بالقرآن؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مثل اليهود والنصارى. والقرآنيون أشد من اليهود والنصارى كفرا. بدأت بالآيات لكي أدحض حججهم وباطلهم بالقرآن، لأني لو بدأت بحديث قالوا هذا حديث لا نأخذ به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يشك رجل شبعان على أريكتي يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا الحديث قاصمة ظهر أيضا للقرآنيين. فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمل في كتاب الله عز وجل كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها، وبيانه لأنصبة الزكاة ووقتها، وكذلك صفة الحج. حديث جابر بن عبد الله طويل في مسلم عن صفة الحج، يقول: ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به عملنا. ففيه غاية البيان لأهمية السنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم في الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل في القرآن كيف تصلي؟ إذن أنت لا تصلي، لأنه القرآن ليس فيه صفة الصلاة وليس فيه أوقات الصلاة. التأميم فهو سنة في الصلاة، ولم يقل أحد أنه من القرآن، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وآمين معناها استجب، فيسن بعد الدعاء الذي ختمت به سورة الفاتحة أن يقول القارئ والمستمع آمين، بمعنى استجب دعاءنا. إذن لا تقل آمين، ولك أن تسأل هؤلاء من أين أخذوا كيفية الصلاة وهيئتها وعدد ركعاتها وتحديد أوقاتها إذا كانوا يصلون، ومن أين أخذوا المقادير في الزكاة ووقتها وجوبها إذا كانوا يزكون، ومن أين أخذوا عدد الأشواط في الطواف والسعي إذا كانوا يحجون. هل تعلم متى بدأ إنكار السنة أو متى بدأ القرآنيون؟ ظهر في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي لدى مسلمي الهند في أثناء الاحتلال البريطاني لها، واستمرت الفكرة تتناقل في القرن العشرين، واتخذت طابع الدعوة إلى الاعتماد على القرآن الكريم وحده من دون السنة النبوية في التشريع الإسلامي. لذلك عرفت باسم الحركة القرآنية، وكان أبرز دعاتها في منتصف القرن العشرين غلام أحمد برويس، صاحب كتاب قرآني فيصلي، ومحور آرائه يقوم على أن القرآن شمل كليات الدين ومجمله، أما التفاصيل فهي متروكة لولي الأمر الحاكم في كل بلد يجتهد فيها وفقا لتغيرات الزمان والمكان والمصلحة. وانتقلت الفكرة إلى خارج الهند، ولا سيما في إيران وتركيا ومصر، وأهم رموزها ومنظرها في مصر أحمد صبحي، الدكتور أحمد صبحي منصور، صاحب كتاب القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي. وجوهر أفكاره الاكتفاء بالقرآن من دون السنة،
مرجعية للدين الإسلامي، فأطلق عليهم اسم القرآنيين، وارتضوه لأنفسهم اسما واعتبروه تشريفا لهم. وتتلخص فكرة إنكار السنة عند القرآنيين في أن القرآن الكريم هو المرجعية الحصرية والوحيدة والتي يمكن من خلالها فهم الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، وكل المرجعيات المعرفية الأخرى لا أساس لها في الإسلام بما فيها السنة النبوية التي حصروا مفهومها في عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن الكريم، والتزام مبادئ الإسلام المتمثلة بالوحي الإلهي المنزل عليه وهو القرآن الكريم، ودوره كنبي هو كالأسوة الحسنة لتطبيق القرآن. أما كلامه صلى الله عليه وسلم غير القرآن فليس وحيا ملزما للمسلمين، وطاعته واجبة بصفته حاكما للمسلمين. وقد ساقوا بعض المبررات والشبهات لتأييد فكرتي، منها أن من قام بتصحيح الأحاديث بشر، جهدهم قابل للصواب والخطأ، ومنهجهم يحتمل الصحة والبطلان، والنقل الشفوي عبر سلسلة طويلة من الرواة يعتريها الزيادة والنقصان والتحريف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتدوين القرآن ولم يأمر بتدوير السنة، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة. بعض تلك المبررات أو الشبهات حق يراد بها إظهار الباطل، وبعض والآخر باطل يراد به طمس الحق، وفي كلا الحالتين تولى علماء الإسلام والحديث تفنيدها ودحضها، فأظهروا الحق وطمسوا الباطل، فوضحوا دور السنة في بيان مجمل القرآن استنادا إلى قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأثبتوا أن السنة النبوية وحي ثاني من الله إلى جانب القرآن الكريم استنادا إلى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبرهنوا أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن تطبيقا لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الردود القاطعة الكثيرة. لكن هؤلاء أبوا إلا الضلال والطغيان والانسلاخ من الدين بحجة أن الأحاديث من كتابة البشر، جهلوا أو تجاهلوا أن الوحي وحيان، وحي القرآن ووحي السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر، هؤلاء لا علاقة لهم بالقرآن ولا بالإسلام، وهؤلاء أشد خطورة من اليهود والنصارى كما ذكر، لأن فسادهم أعظم من فساد اليهود والنصارى. وإذا ناقشت أحدهم في وسائل التواصل رغم أني لا أنصح أن يناقشهم إلا صاحب علم أقول إن ناقشتهم ناقشهم على أساس أنهم كفار لا علاقة لهم بالإسلام، ومن هنا يجب أن ينطلق مناقشتك لهم. القرآن بريء منهم، محمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم. كيف عرفت نبيك؟ نسألهم اذكروا لنا صفات النبي، اذكروا لنا شكل النبي، ما هذه منقولة بالأحاديث، كيف كان خلق النبي وكيف كان خلق النبي. إذن هؤلاء لا يؤمنون. من أنكر السنة لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لا يؤمن بالقرآن بل لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كأن هنا لم يكن هناك شخص نبي جاء يشرح ويبين تعاليم الإسلام من خلال الأحاديث التي يذكرها أو الأفعال اللي يفعلها. هؤلاء زنادقة انتبهوا منهم، شبههم باطلة. وهناك من يجر الشباب إلى هذا المسلك بطرق أخرى ملتوية، عندما ينكر بعض أحاديث النبي الصحيحة الثابتة موجودة في البخاري ومسلم أو غيره من كتب الصحاح، ينكر بحجة أن هؤلاء بشر يخطئون ويصيب. ولو فتحنا هذا الباب لأصبح ديننا والعياذ بالله أفسد من دين اليهود والنصارى، وهذا هو المقصد والهدف من وراء هؤلاء الناس الذين ينكرون السنة جملة أو ينكرون بعض السنة. انتبهوا واحذروا. بارك الله فيكم والسلام مسك الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.